جمعولي كده البنات ماشي، وجمعولي كده المقبلات، وجمعولي الجيل اللي لسه طالع بيحب ولا هيخطب ولا بيحب على نفسه تمام كده، والزوجات، واللي بقالها 5 سنين ولسه مواضيع الزواج، واللي بقالها 10 سنين واللي لسه مكتوب كتابة ومخطوب. موضوع عروسة الإسماعيلية. أنا بكلمش على حاجة إلا إذا مست قيمة أو مفهوم خاطئ في موضوع الأسرة أو موضوع التربية، بس عشان نبقى واضحين. وأنا هو في البداية هحاول أهدى واتكلم بهدوء عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر الناس ما تزعلش، تمام كده؟ موضوع الفرح، وهتكلم على السلبيات، الصورة الذهنية الخاطئة. طبعا كلنا شفنا الفيديو وكلنا شفنا الضرب اللي حصل ايا كان. انا بس عايزه اوضح معلومه، ان اي حتى المحجبه، العروسه المحجبه، والبنات عارفين الكلام ده، العروسه المحجبه لما بتيجي تعمل الطرحه وكذا ما بتبقاش ممسوكه في الطرحه، ده بيبقى الدبوس ممسوك في الشعر جوه الطرحه، فلما اجي اشد طرحه انا بشد جلد راس العروسه اللي قدامي. ده رقم واحد. رقم اتنين، لما اجي اهبد او اعمل كده بضرب بلوكامية، وواحدة تانية كانت بتضرب من ورا والفيديو واضح للكل، وبعدين اجي اقوم جاية بقى ايه الجمال بقى، او مش جمال ولا حاجة، ده حاجة مؤذية للنفس جدا، ان انا اقوم جاية ماسكة فوق كده وهبدها في الارض، اصل انا اتعصبت فعصبت، اصل انا كذا. انا هتكلم على 3 معاني ماشي، وخلوا بالكم من الكلام ده يا بنات، ولا تقبلوا باقل من اللي انا هقول لكم عليه. رقم واحد، الصورة الذهنية اللي بتتحط للعروسة اصلا اللي بتعيش ليلة دخلة طبيعية وليلة فرح جميلة جدا، وبتبقى خايفة جدا وجايلنا خايفة اصلا من الليلة، وبيبقى عندها فوبيا من الليلة. اي مردود وصورة سلبية ذهنية بتتحط في دماغ العروسة الليلة دي ما بتروحش. بتجيل استشارات، بتبقى متزوجة بقالها 20 سنة وبقالها 25 سنة، واجي تقول لي اقول لها ايه المشكلة الحالية، تحكي لي مشكلة من ليلة الدخلة. ليه؟ خلاص المخ سجل صورة ذهنية معينة سلبية بتتصرف بقيت حياتها على كده، وترجع للمشكلة الحالية اللي بعد اكتر من 20 سنة تجيب لي مشكلة اللي حصلت في ليلة، والسلبيات اللي حصلت في ليلة الدخلة دي. الموضوع ده على فكرة، الموضوع ده لازم تبقوا فاهمينه يا رجال ويا شباب. المردود السلبي السيء والتصرف السيء اللي موجود او اللي انت بتعمله مع خطيبتك ولا مع عروستك في الليلة دي ممتد معاك، عشان كده لازم تبقى حنون ولازم تبقى بشوش وحاجات كتيرة جدا جدا. فلما يتحط صورة سلبية سيئة في دماغ البنت في الليلة دي ايا كان، بصوا المحكمة لن تد يعني تحكم بما لا يطلبه المدعي، يعني هي انا تصالحنا وكانت غلطة وهي حر، لكن ما يجيش بقى الدعاوي، يعني انا مش هتدخل في هي بخصوصيتها، هي اتصالحوا وتعاملوا والكلام ده، وانا هتكلم على الموضوع ده. يا ترى ايه النفسيه؟ لان البنات يجوا يسالوني، طب هي ازاي رجعت، طب ازاي بتضحك بعديها، طب بعد الضرب ده، طب بالفستان اللي بقى كله دم، طب البنات ذات نفسها مخضوضه. هي ايه التفسير النفسي؟ عندي تفسير نفسي وحيد، ده بنت عمه، ده بقالها حب 13 سنة، في حاجة اسمها الابتزاز بالعواطف. يعني ايه؟ او ان انا ابقى حنفية مقفولة للعواطف وبعدين افتح قطرة واحدة، يعني احبك وهي بتحبه وتدي مشاعر وبعدين يجي قفلة كده، مفيش مردود من الطرف الاخر والشريك الاخر على كلمة بحبك او على كلمة العشرة او ايا كان، فتحس ان هي عماله تعطي مشاعر، تعطي حب، تعطي معاملات طيبه ومشاعر جيده في الحلال، وهو قطر. عارفين قطره الحنفيه اللي ما اللي تفتح كده سنه تنزل وبعد كده، فما فيش مردود، ما فيش كلام معاها، ما فيش حب، لكن يجي في فتره كده يديها شويه انا بحبك، فتبقى مبسوطه جدا وراضية بالقليل جدا من هذا الامر. وكل واحد حر على حسب نفسيته. انا عن نفسي ما اقدرش اقول لفلانة لا ده قافل عليكي قط حنفية المشاعر، وده لا مديك، لا 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 ما اقدرش. انا كل واحدة هي حر، وكل واحدة هي ونفسيتها، وكل حالة بتختلف عن التانية. واحدة بترضى بالقليل من 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 الحب او المشاعر، والتانية لا عايزة كل 4 ساعات بحبك وحشيني والكلام. كل واحدة حرة في اللي بتتلقاه. فممكن يكون ده يعني اذى 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 مشاكل. بتقولك انا بس اتمنى، انا مش بتكلم على الابتزاز العاطفي بس دلوقتي،
انا بتكلم على المردود. تقول لك ايه، ما هي ابتزعت فين بايه، مشاكل 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 مشاكل، وبعدين يجي انا بحبك، انا ما اقدرش استغنى عنك، انا كذا، حته بس صغيره كده، فهي تفرح. طيب كذا، وانا ويجي يبص الايد ويبص الراس ويبص الرجل، وهعمل وهتغير وهبقى زي الفل، فتفرح. ليه؟ لان هي عايزه تقطع غم المشاكل اللي على طول، ما فيش، ما بنتجمعش مره الا في خناق، ما بنعملش مره الا في مصيبه. فانا عايزه اقطع الغم والمشاكل دي، فقط حاجه بسيطه كده من المشاعر، ده ابتزاز عاطفي. ترضي بيه ولا ما ترضيش بيه، انت حره. يعني انت كواحده انت حره ترضي بيه ولا ما ترضيش بيه، لكن ما نجيش يبقى ده الاصل، وده اللي بيحصل دلوقتي، او كان ده التاصيل وعادي عندينا. لا، مش عادي عندينا والله، لعرف. عرف ده يناقض شرع، زي العرف كده اللي قال ايه، البنت لما تورث في ابوها وماما ما تدوهاش الورث، لا ندخل راجل غريب يعني ولاش، ما ندخلش راجل غريب. ليه يا عم ما تدخلش راجل غريب؟ ما حقها الشرع الورث ده. يقول لك لا، ده عندنا ما فيش، ما الرجاله اللي ياخدوا البتاع ويرادوها باي قرشين، ده برده مش ده برده عرف خاطئ. لا، ده يناقض شرع. اي حاجه تناقض الشرع وتناقض قال الله، قال رسول الله، قال الصحابه، قولوا العرفان، احنا ما نعملش بيه. نعمل بالله قال والرسول قالوا، لان هو اللي خلقنا وهو اللي اعلم بينا وهو اللي حاطط الكتالوج بتاعنا. طيب، تاصيل اول حاجه اصيله. بصوا بقى الكلام، اصيله ورجعت، اصلها منعت خناقه بين عيلتين، وده الكلام اللي بيتردد، وان هي كذا، انا ماليش دعوه بيها دلوقتي، احنا نسكت على حاله عامه وتاصيل في الفكر والذهن واللاوعي، ويبقى وعي مجتمعي، كانه حاجه بقت قانون وحاجه اصلا، ده وعي مجتمعي. ان البنت لما تعمل كده تنضرب في ليله فرحها وليله دخلتها، اللي هي افضل ليله في حياتها، مردود سلبي سيء، نفضل نعالج فيه بالعشرين سنه، وانا بقول لكم اهو، وعن تجربه وتجارب حقيقيه ومشاكل حقيقيه لاشخاص حقيقيين، وخدوا اللي انا بقول لكم عليه، نفضل نعالج فيه، مردود سلبي سيء، ذهني سيء، تفضل الامر ده اتصلحت، اتراضت بحبه من الابتزاز المشاعري او الابتزاز العاطفي، علشان ايا كان هي حلو. لكن انت تيجي تاصل الامر ده وتقول اصلها اصيله علشان عملت كذا وكذا وكذا، لا، اصلها جدع، ده ملوش علاقه بالجدعانه يا جماعه، ولا له علاقه بالاصول ولا بالكلام ده، ده له علاقه ان انت بتقهر واحده قدامك بالضرب، الراجل اللي ما يقدرش يتحكم في نفسه في ليله دخلته، اللي المفروض هو اصلا وقدموا لانفسكم ويبقى حنين ويبقى كذا، وعامل مفروض يشيل الرهبه والخضه اللي عندها. لا، مش ده بحلها القطه، هو ده لا، هو كسر الدنيا. ده الكلام ده مش صح وغلط. كلمه جدعه، مش دي الجدعنه، مش دي الجدعنه. حق كان ينجاب لو في قاضي شرعي في البلاد، ولو في ولو كان في بلد اوروبي كان ده كان حاله، ده كان وضع مختلف، يجي الشرطه ويجي البوليس ويجي كذا ويتسجن. لو في قاضي شرعي يغرم غرامه ماليه طالما هي عايزاه، لو هي مش عايزاه طبعا القاضي لها حق التفريق، لكن لو هي عايزاه زي في الحاله بتاعت عروسه الاسماعيليه دي، لو هي في الحاله دي وهي عايزاه وبنحب بعض وغلطه وراحت وايا كان الامر، لو هي عايزاه يغرم غرامه ماليه، لازم يغرم غرامه ماليه للامر، والقاضي الشرعي يغرمه الامر ده، ولو ثبت الكدمات او ثبت حاله على جسدها او كده يغرم القضاء ويحبس فتره من الزمن، ده لو في قاضي شرعي. طيب، نحمي ازاي بناتنا من كده؟ اسمعي معايا كل بنت بتسمعني عشان خاطري، مفيش حاجه اسمها ان الضرب عادي، مفيش حاجه اسمها الكلام ده، لا عرف بلد ولا عرف رجاله ولا الكلام ده. بس انا اتعامل مع ناس من الصعايده رجاله زي الفل، يفهموا في الاصول والواجب، واتعامل مع كل بلد في القرى في المدن في قلبك يا جماعه، احنا ليه نصنفها محافظات وقرى؟ تشوف الاسلام قال ايه، مش الاسلام دوت دينك وديني؟ ما تيجي نشوف الاسلام قال ايه. رقم واحد. تاني، مفيش حاجه اسمها ان ده عرف او دي عاده وده طبيعي. ليه طبيعي؟ تطلع واحده، يعني انا سامعه الكلام من واحده تقول لك ما عادي، ما الراجل جاي من بره مثلا غضبان، الزوجه اللي تستحمل يطلع في مين؟ يطلع في صاحبه. وهو يطلع ليه اصلا اثر الغضب في حد واحد مسكين ملهاش لا في الطر ولا في الطحين ولا لها في الغضب اللي انت فيه؟ هي ممكن تتحمل صوت عالي، انت بتتكلم، زعقت، عملت، لكن تتحمل ضرب وعهات ومردود ذهني سلبي لا يمكن يطلع من دماغها؟ ازاي؟ ازاي يا جماعه؟ يا جماعه اتكلموا كلام عقل، يعني يقبل
قول والله احنا لو رجعنا لاصل الدين ولو رجعنا لاحكام الاسلام في حاجه زي كده بصوا ما هيطلع عندنا نوع من انواع الهرج والافكار السلبيه والافكار لاي كلام اللي موجوده دي حقيقه. يعني النقطه الثانيه ان انا اوصف الواحده اصل معنى انت جوزك جاي غضبان من المراه، استحملي زوجك في الكلام، متضايق مكشر بتاع، لكن مش بيتحرك، لكن مش بيديكي بالبوكس ومديكي بالبوشدك من شعرك وشالك وهبدك في الارض. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ يحاسب. النقطه الثالثه ان هي تتقال ايه؟ اصل انت جدع، انت جدع. طب انت جدع في ايه؟ معرفش، هو تقريبا نور الطفى ولا ايه، انا معرفش، بس اهو خلينا زي ما احنا ماشيين. إيه انت جدع؟ طب انت جدع، جدع علشان استحملتي؟ ها؟ جدع علشان اصيله؟ ايه علاقه الجدعنه والاصلانه بحاجه زي كده يعني؟ ايه التفكير ايه ده؟ انتوا بتحطوا ايه في عقول البنات؟ بتحطوا ايه في عقول البنات؟ فهموني. والبنت تخاف وتقول لا 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 ما اخدش، لا ما اعملش، وتعذب بقى ونقول لك احنا عالجوا عزوف البنات عن الزواج. عالجوا عزوف البنات عن الزواج ازاي يعني وانتوا اصلا مهببين الدنيا؟ طيب رقم ثلاثة، لو في قاضي شرعي يغرم لو هي عايزه ترجع، لو مش عايزه ترجع بيفصل ما بينهم. طب لو في قاضي شرعي في البلاد، لو في قاضي شرعي في البلد، رقم واحد يغرم غرامه ماليه ويحبس لو في اثار للضرب على جسدها. طيب النقطه بقى اللي تتقال يفرغ زوجك، يفرغ فيك غضبه بدل صاحبه، غلط. مين اللي قال الكلام ده؟ انت تستحملي اهي عندك مي حسين بتقول لك، ولا مي حسن بتقول لك، احنا في الصعيد ومنتهى الاحترام، وبتاخد ورثها الشرعي وبتعمل كذا. هو ده اللي احنا عارفينه، ناس محترمه الرجاله، لكن الراجل اللي يحل المشاكل بالضرب، لا. انت في عقل يعني؟ هو انت اضعف من انك انت تحل الامر بالحوار والامر الضرب كان الضرب هو الاساس؟ لا مش صح. انا طبعا مش عارفه اجي لكم علشان موضوع الاضاءه والشمس، خلينا زي ما احنا شايفين كده، ما طبعا غلط. النقطه اللي انا حابه ااكد عليها يا بنت الحلال، الاسلام ضمن لك حقوق اكتر من 100 حق في الاسلام ليكي، من اول اختيار الام والاسم والحمل والرضاعه والدراسه والتعليم والنفقه والزواج ومشورتك في الزواج نعم ولا لا، او بعد الزواج، ولو عمل فيك حاجه بتروحي للقاضي. الاسلام جاب حق الورث والذمه الماليه، ولو بتشتغلي كل الكلام ده. دلوقتي هم مطلعين اهو بيناقشوا قانون حق الكد، حد الكد والسعي ده موجود في الدين من زمان، والله لسه بيطلعينه دلوقتي. الخلع ده ما هو موجود في الدين من زمان، لسه 40 سنه قبل ما يتاصل القانون. كل الكلام ده احنا لازم نبقى فاهمينه. لكن اجي اصل في البنت ان عادي انك تنضربي وتتشالي وتتهبدي وتتزغدي وتخر دم من وشك، ولا يعمل لك عاهه؟ لا. يتاصل انك لو عملت كده تصبري وتستحملي عشان تزوجي اصيله؟ لا، القص ملوش علاقه بكده. احنا نستحمل قله الماده، نستحمل ان انت جاي مره زعلان وبتزعق بصوت وبتاع، لكن ضرب وتكسير عظام؟ لا. عقد الزواج مش ممضي على كده، ما فيهوش مضيه على كده. معلش استحمليها، لو ما عملش لا يتحمل نتيجه غضبه هو ويتعلم اداره الغضب. ان كان راجل في ليله الدخله مش قادر يمسك غضب، امال بعد شهر وشهرين هنعمل ايه؟ امال بقى مملوها بقى اللي بتترمى واللي مش عارفه مرميه فين؟ الكلام ده مش صح. تاصيل ان دي اصول وجدعانه ملوش علاقه بالاصول والجدعانه، تاخدي حقك تلت ومتلت لو في قاضي شرعي. ده اللي احنا بنقوله. لكن تأصلوا لي في عقل البنات، احنا قلنا الجيل اللي راح وجيل بيحتاج اعاده صنفره، وربنا نحاول نعدل في المفاهيم، لكن تبوظوا كمان مفاهيم الجيل الجاي؟ تبوظوا لي كمان مفاهيم الجيل اللي موجود؟ ده كلام انا لا ارضى. واشهد الله عز وجل ان هذا منكر انا غير راضي عنه، وان المفاهيم دي مفاهيم خاطئه انا غير راضي عنها، وهحاجبكم امام ربنا بيها. خلي بالكم من القصه دي كويس. النقطة الأهم من حاجة زي كده، موضوع الابتزاز العاطفي اللي أنا اتكلمت عليه أول البث، غم مشاكل كلام بغضب كلام بكذا، واجه قد حتة مشاعر، أحبك كان غصب عني، أنت والله ما أقدر أستغنى، ما أعرفش كان كذا، طب الدنيا، طب اللي مش عارفة إيه، ويرجع تاني. أنتوا عارفين لو مرة وغضبة وبتاع بس بدون ضرب، أنا ضد موضوع مد الإيد ده تماما تماما.
عندنا ودنين احنا ولسان بنتكلم عن الحيوانات، لسان عشان اسمه حوار واسمه كلام ومناقشه. اتفشل الحوار فشلت الجوازه، فشل الحوار فشلت الجوازه. يبقى زواج طلاق صامت، خلاص زواجي، عدم وجود تفاهم، كل واحد شايف التاني ند وعدوان وكانها حرب. يا جماعه تسمعوش الكلام الدعوي اللي بتتقال، ما تسمعوش كلام الدعاوي اللي بتتقال، ودي اصلها إيه، ما انا طب هنعمل ايه بس يا دكتوره، ما ده الوضع القائم، طب مش عارفه ايه يا دكتوره، ما ده اللي كذا وده اللي كذا. لا لا، غيروا العرف، غيروا الفكر. ما تجيش واحده ولا راجل ولا كذا يقول لك إيه، خلاها جدعه واصيله، اصلها منعت حرب بين عيلتين، الكلام ده. فموت تموت هي، تموت هي بقى، تموت البنت، وده اللي يتاصل في كلام البنات وفي عقل البنات. لا يا بنتي، لا طرد بضرب ولا بهان، راح الاحترام والتقدير بين الاثنين كذا، ومش ده اسمه حب، حب يقول لك ده ضرب الحبيب، ده كلام فاضي، ده كلام فاضي. الاول والاخر ادعو الله سبحانه وتعالى يهدي سرهم، ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمهم بالخير. واي حد هيطلع يتكلم في ثوابت الاسره والدين والاسلام وثوابت التربيه الصحيحه، احنا واقفين له بالمرصاد. تقعدوش تأصلوا لنا كلام فاضي، وان احنا رايحين فين، احنا بترجعونا 200 سنه. ما ترجعوا للاصل، ما ترجعوا للدين، وترجعوا ربنا ايه ليه. المراه لها مكانه ولها كرامه وجوهره مصونه في الاسلام. تروحوا تقوموا جايين عاملين القصه دي بالشكل اللي انتوا بتعملوه ده، عايزين ايه يعني؟ الاول وفي الاخر يعني زي ما قلت لكم، المحكمه لا تحكم بما لا يطلبه المدعي. صاحب الامر هو اللي يبقى لازم له الشكوى ولهم كذا، لكن في الاول وفي الاخر ما تجوش تاثروا على ان على عقول البنات ولا عقول الشباب. يبقى الولد يقول واحده عماله طالعه تتكلم والناس حواليها جدعه جدعه، ايوه الست تستحمل، الست كذا. لا يا شباب، لا يا حبيبي، لا مش كده خالص، انت فاهم غلط. انت هتروح تضربها وتعجها العجه وتقول لا اصيله تستحملني، فاني عرف ده يا ابني؟ ايه الكلام ده يا حبيبي؟ ده غلط. تيجي تاني يقول اه ما احنا كذا وكنت بنضرب، ونحنا مالنا انت كنت بتنضربي ولا ما بتنضربيش؟ تخلي التانيين يعيشوا مأساتك ليه يا حبيبتي؟ انت يعني واحده كانت بتقول انا بقالي 30 سنه متجوزه وبتضرب من جوز، ما تنضربي براحتك، انت واحده راضيه بالكلام ده، ما تجيش تنشروا لنا الصوره السلبيه في وسط الناس وفي وسط المجتمع. تعالوا شوفوا القدوات، وتعالوا شوفوا النساء عملت ايه. اول وفي الاخر انا ادعو الله سبحانه وتعالى ان هو يعني يمن علينا وعليكم بالفهم الصحيح، واختاري صح تاني، اختاري صح يا بنتي، وانت يا ابني اختار صح، وانت ولو لقيته في فتره الخطوبه نوع من عدم كده، مع السلامه. واحد مش قادر يتحكم في غضب، روح عالج نفسك، مش عيب، مش عيب. فن اداره الغضب دي دوره جميله، روح دوروا عليها وخدوها مجاني على النت، موجوده كل فيديوهات على اليوتيوب. اداره الغضب ازاي؟ ازاي احول انثى، اتعامل مع الانثى ازاي، ايه مفاتيحها، ايه كذا ايه كذا، كل الكلام دوت روحوا شوفوه وروحوا اتعلموه ورجعوا بعد كده اتكلموا. لكن بالوضع اللي احنا فيه ده حرام والله. احنا نقعد نصلح نصلح ويطلع لنا اتنين تلاته يبوظوا لنا الدنيا. انا مش فكره عندي، مش في الواقع ذات نفسها اللي حصلت ام احرار، لكن الفكره عندي في ردود الناس. اه عادي واصيله وجدعه وهو كده، وانا كنت بنضرب عادي، وايه ده؟ لا طبعا، لا احنا في خطر عظيم والله، دي علامات الساعه. الاول في الاخر ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، وراكوا على خير، وادعو الله سبحانه وتعالى كونوا فهمتوا اللي احنا قلناه، ونأصل فعلا الحاجات الحقيقيه والصحيحه في امر زي ده. يلا السلام، ما تزعلوش مني عشان دايما الحاجات اللي زي دي ما بعرفش اضحك، ما بعرفش. طيب حاجه مؤذيه جدا. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.